هي الأم، هي الزوجة، هي البنت، هي الجدة، هي أساس المجتمع، هي أساس بنيان المجتمع. أبرار، بما أن أنت مستحية فراح أقولك أول شيء كل عام وأنت بخير. أنت بخير. شلونك؟ تمام الحمد لله. أبرار، تعرفين إحنا اليوم أي يوم؟ يوم العالمي للمرأة. تاريخ كم؟ سهل. اليوم الصبح لما بطلت التليفون كم التاريخ؟ 8/3. اليوم العالمي للمرأة. إيه. لما أقولك المرأة، شنو أول كلمة توصفين فيها المرأة؟ يعني ما أحس إن في وصف معين يصفها، بس لأن أحس إن هي أساس كل شيء يعني. ملهمة. الله. معطاءة. المجتمع كله، مو نصفه، كله، هي أساس المجتمع. المرأة البطلة، كل شيء بالمجتمع حرفيا، رفقا بالقوارير. يعني هذا اللي أقوله وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. منو الشخص اللي تشوفينه مثال لك أو قدوة ودك تصيرين نفسه؟ أمي طبعا. شو معنى أمك؟ أمي ضحت بكل شيء عشان تصير الأقوى مرأة بالعالم. أمي هي أساس البيت وعمود البيت، وهي اللي عطتنا هذه الشخصية ومكنتنا أن نكون فعالين سواء بالبيت ولا بالمجتمع. أمي. ليش؟ لأن أمي تعبت علينا ووصلتنا. يعني إحنا ما في ولا بنت توصل حق اللي هي توصله إلا من وراء أمها. شنو الطموح اللي ودك توصلين له؟ أني أنا أوصل لأقصى مرحلة أكون فيها راضية عن نفسي. أنت الحين فخورة بنفسك؟ طبعاً. ليش فخورة بنفسك؟ لأنه وصلت حق أشياء، طموحاتي، إنجازاتي وصلت لها، وإن شاء الله أوصل حق أكثر بعد. تدرين أنا شنو أشتغل؟ أنا موظفة بالأطراف الصناعية، يعني شيء هذا تخصص نادر بالكويت، يمكن وايد ناس ما تدري عنه، بس إن طموحي إن أشوف كل شخص مفقود جزء منه إن أنا أسعده. تبين المرأة يكون لها يوم أو يومين بالسنة نقدرها ولا طول السنة؟ كل السنة حقها. كل السنة المرأة؟ كل السنة. حضر ياييل وي. لهم دور أكيد، يعني هم نصها من المجتمع، بس خلينا نكون واقعيين، المرأة شيء وايد كبير. أنت الحين تفتخرين في نفسك؟ طبعاً طبعاً. فخورة؟ طبعاً طبعاً. كافي الله كرمنا بالقرآن، كافي. شنو تقولين حق سيدات العالم كله؟ كل عام وهي بخير، وكل عام وكل أم بألف خير، لأن أمهاتنا أم أساس المجتمع. كل عام وكل نساء العالم بخير، كل عام وأنت قوية، طموحة، ملهمة، منجزة، مميزة. أسرة القبس الفلاورد يقولون حق كل امرأة كل عام وأنت استثنائية.